جينا من القصيم لان ما شاء الله ربيع الشمال يعني سمعنا فيه وربيع ما شاء الله يفتح النفس، وجينا عشان كذا. والخزامه هنا عند مفرق الخشيبي مثل ما انتم شايفين يعني كله مغطي المنطقه، فجينا هنا وهذا مخيمنا جلستنا وجلس الشباب اللي جاي من الرياض واللي جاي من القصيم، كل يبي الربيع يبي يستانس وينبسط بهالربيع. سبحان الله، لا شك انها تعطي الانسان دافع حتى للحياه الجديده الاخرى اذا رجع لاهله، تعطيه دافع من الانس ومن ان هنا شحن طاقات وهمم في هذا المناظر العجيبه، وهذا من فضل الله عز وجل. والله ريح الخزامه مره ما يحتاج يفتح النفس شوي، يفتح يزيد من الاكسجين.